وللقاء المزيد من الأضواء حول هذا الموضوع يسرنا أن يكون معنا عبر الهاتف وعلى الهواء مباشرة الدكتور وليد المانع وكيل وزارة الصحة. دكتور بداية نرحب بك، والجهود واضحة لوزارة الصحة تعمل من خلال فريق البحرين للتصدي لهذا الفيروس والذي إن شاء الله سنتغلب عليه جميعا بتعاوننا. من ضمن هذه الجهود التي قامت بها وزارة الصحة هو تدشين مركز الفحص من المركبات بمركز البحرين الدولي للمعارض والمؤتمرات. هل لك دكتور أن تحدثنا عن الهدف الرئيسي من تدشين هذا المركز؟ أول شيء مساكم الله بالخير، وإن شاء الله يا رب يوم سعيد مثل أيامنا السعيدة، إن شاء الله تستمر يا رب وإحنا بصحة وسلامة. في بداية الأمر طبعا وزارة الصحة وضعت هدف رئيسي بالنسبة لأنه يتواصل جهودها لحد من انتشار فيروس الكورونا الآن في هذه الأزمة COVID-19. إحنا نطوع في وزارة الصحة مختلف التقنيات الحديثة وبما يسهم في حفظ صحة وسلامة المواطنين والمقيمين في مملكة البحرين. هذه الخدمة الجديدة طبعا هدفها الرئيسي هو تسهيل إجراءات الفحص. إحنا نعرف أن هناك في حالات، وعامة هذه الحالات يعني في تزايد بالنسبة للحجر المنزلي، وأنا أشكر يعني المجتمع البحريني من يعني مواطنين مقيمين لالتزامهم في الحجر المنزلي، ولكن إحنا لتسهيل إجراءاتهم ولوضع عامة يعني تسهيل أكثر لهم بعد ما ينهون المدة المقررة لهم، أن إحنا وضعنا هذه الخدمة اللي هي الدرايف ثرو عن طريق طبعا اللي هي وجودهم في المركبة، ما يخرجون من السيارة، وهذه يسهم في تجنب الاختلاط، الحفاظ على تدابير التباعد الاجتماعي اللي احنا دائما يعني نشدد عليه. ولكن ما هي آلية التسجيل دكتور لمركز الفحص من المركبات؟ إذا كان يعني مقيم أو مواطن أراد الذهاب إلى المركز للفحص وهو من المركبة، بلا شك هناك آلية للتسجيل. اي نعم، طبعا هو لما يكون موجود عامة عند هذه الخدمة يقدر طبعا انه هو يحجز الموعد الكترونيا عبر يعني خلينا نقول جهتين او طريقتين، طريقة اللي هو تطبيق اللي هو مجتمع واعي او موقع وزارة الصحة. قبل انتهاء فترة العزل المنزلي او الحجر المنزلي بحوالي تقريبا 3 ايام يقدر طبعا يقدم على موعد الكترونيا مثل ما خبرنا، اما عن طريق تطبيق اللي هو مجتمع واعي او عن طريق موقع وزارة الصحة. وجماعة طبعا الكترونيا طبعا بيسوون له هذا الموعد على طول. نعم. على الفحص. دكتور احنا اشرنا قبل قليل ان يعني اوقات عمل المركز ستكون من 8 صباحا الى 8 مساء، ولكن ربما هناك سؤال، يعني كم تستغرق مدة الفحص من المركبة للشخص الذي سيأتيكم؟ ويعني كما اشرنا لان المركز سيكون مفتوح من 8 صباحا الى 8 مساء. اي نعم، من الثامنة إلى الثامنة وكل أيام الأسبوع. وبالنسبة للوقت إحنا يعني قسناه تقريبا المعدل فيه حوالي 5 دقائق، أقل حتى إن شاء الله من 5 دقائق بالنسبة لأخذ العينة. في هناك طبعا في بعض أخذ البينات، تسجيل المعلومات الصحية الرئيسية، وبعدها طبعا تعرض نتائج الفحص من خلال الموقع الإلكتروني الخاص بوزارة الصحة. هو 5 دقائق فقط، يعني إن شاء الله في الحدود مع تعاون الجميع. احنا وضعنا 8 محطات مخصصة لأخذ هذه البيانات، فهذه عشان يسهل ويقلل من الوقت المستغرق لإجراء الفحص. نعم، إذن دكتور وليد المانع وكيل وزارة الصحة، شكرا جزيلا لك.